وإلى مدارنا الثقافي تأخذنا قصة الطفل إفران للمخرج يريد زليكي إلى عالم من المآسي يبدأ بوفاة والدته نتيجة موجة قحط اجتاحت قريته. وفي الثقافة أيضا نتحدث عن إثيوبيا وهي أول الدول الإفريقية التي تنال استقلالها. ونتطرق إلى الفيلم القادم من القارة السوداء في الوقت الذي أفاد فيه تقرير للبنك الدولي أن التحويلات المالية التي تشكل مصدرا بالغ الأهمية للعائدات في الدول الفقيرة شهد ارتفاعا سريعا هذا العام. كالعادة نرحب بالزميل الإعلامي هنا كايد أبو الطيف، مرحبا بك معنا كايد. كالعادة في البداية، ما هي قصة إفرام وما تأثيرها على الجو السياسي في المنطقة؟ قصة إفرام هو طفل صغير في 9 من العمر يصحو في إحدى الأيام ولا يجد أمه. العائلة والمقربون إليه يقولون والدتك توفت. مع تسلسل أحداث القصة نعرف أن والدته هي يعني هو لأب كاثوليكي، أمه يهودية، وأمه انتقلت في العمليات السرية من أثيوبيا إلى إسرائيل. نحن نعرف هذا في تسلسل الأحداث، لكن كل الوقت هو يعني لا يملك من في فترة القحط التي تعيشها أثيوبيا، وإحنا نعرف أن صحيح هي موجودة في منطقة القرن الإفريقي لكنها تبعد عن السواحل وتبعد عن البحر. فوالده يعني يذهب به إلى للعمل، وهو يأخذ ضأنه الصغير ويذهب إلى أقربائه. هناك قريبه يقول بسبب القحط، بسبب كل المجاعة التي نعيشها، يجب علينا ذبح هذا الضأن. هو يهرب بهذا الضأن حتى يصل إلى الطفلة فاطمة، الطفلة المسلمة. وهنا عندما نتحدث يعني كاثوليكي من جانب أول وأمه اليهودية وجارته المسلمة، يعني يعيدنا يعني إلى أثيوبيا ويعيدنا إلى الحبشة ويعيدنا إلى النجاشي، وكيف أن هناك كان ملك لا يظلم عنده أحدا. بمعنى أن أثيوبيا اليوم هي تعيش وكأنه الوضع مستتب، لكن الجمر يعني هناك كبير الضغط، خاصة في كل المسائل الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة. ولكن قبل أن نتحدث عن الجانب السياسي في أثيوبيا ويعني الترابط والتلازم بينها وبين إسرائيل، نعم، فلنشاهد مقطعا قصيرا من الفيلم. نعم فلنشاهد. Abi bayi hor, abi bayi hor, balin ceroce, gibu betara, ince sabırlı, bitiz kısara, kuan bitinna, illen yematır, direk çarrallev, kukuk sigutır, kukuk kudırı, sıda babidi, tukutanya leç, yancır anlatı. نعم، إذن فيلم القادم من القارة السمراء إليك كي. الفيلم يعني عندما نتحدث على عن أثيوبيا ونتحدث عن التقاطعات، يعني هايلا سلاسي الملك الذي نصبه ملك ملوك أفريقيا في هذه المنطقة، يعني كان هناك 3 محاولات للانقلاب ضده وإسرائيل هي من ساعدته. يعني عندما قدمت في سنوات 80 عندما أتت لكل السلاح المصادر من منظمة التحرير الفلسطينية، هي أتت بهذه الأسلحة بقيمة 20 مليون دولار وأتت بها إلى أثيوبيا. أثيوبيا يعني تعيش يعني كل الدول بعد
بعد البيان الصادر من البنك الدولي أنها ستضخ الكثير من الأموال. الكثير من الدول تتجه إلى أفريقيا، حتى أن السلطة الفلسطينية اليوم تقدم المعونات لواحدة من الدول الأفريقية وتحاول أن تساعدها في المجال الصحي والطبي. لكن الوضع خاصة في مسألة المياه، الحرب اليوم هي ليست حرب نفوذ وإنما حرب مياه، وخاصة أثيوبيا عندما نتحدث عنها هي موجودة في منطقة التي الاحتباس الحراري وكل المسائل المناخية يعني ستؤدي بانفجار، وانفجار كبير، خاصة أن يعني الكثير من الدول اليوم نجد أنها تحاول أن تساعد، تحاول أن تساهم من خلال الاستثمارات. نجد السلطة الفلسطينية، نجد إسرائيل، نجد حتى تركيا التي تحاول كل الوقت أن تساهم وتساعد. لكن يعني فرنسا وبريطانيا عندما لم يعني في مسألة الهجرة قامت بإحراق المخيم، مخيم كليه، على وقامت بطرد كل الأفارقة. الأفارقة هذه مسألة يعني جدا حساسة، وإن يعني لم تكون هناك استثمارات كبيرة المنظمات الجهادية الأصولية ستجد ملاذا كبيرا هناك. نعم، كايد أبو طايف الزميل الإعلامي ومسؤول ومراسل الشؤون السياسية والثقافية هنا في 24 نيوز، شكرا جزيلا لك على نقل المدار الثقافي لهذا الأسبوع.